طيب ماذا عن لحظة الاستشهاد؟ يعني احكي لي على تلك اللحظة. أولا كنت خايف. كنت خايف خاطر ما الوقت هذاك ما عندناش التكنيك سينماتوغرافيك تاع الوقت هذا وين هاد لي بومباردمون وهاد لي شنو راهم بكل سي دو سي با كومون ابل لي تكنيسيان سي دو اتش دي ولا سي دو سي دي. يعني كاين تقنيات كانوا حقيقيين كانوا يحطوا لنا القنابل الحقيقيه بشكل حقيقي. نعم اللي تاع 5 كيلو وبيه اسمو يحطوهم لنا وين عتلي وين برصا نمشي وين برصا نطيح ما لازمش خطره صارت لي حدث وين حفزت على والله كان ان ارتيفيسي وارتيفيسي كان عنده اون بلانش هكا وعنده لي المسامير ويجوز المسامير هذوك ويفلق يفلق استنى اسمو تقليدي تاع تاع ارتيفيسي تاع سي با اي سي كي فيك خطرات صوتيت فوق خلاص تعرضت الى اصابه الحمد لله. ولكن كان هذاك الخوف وين برسا كانوا يحطوا لنا ريشه يحطوا لنا ورقه يحطوا لنا وسموها هكاك وين رد بالك هذيك البلاصه وين برسا تفلك بك الامور. نقول لك مام لالين موريس اللي داروها شغل ديكور وقطعناها في الليل مام لالين داروها اكسبري داروها الكتريفي باش نلعبوا الدور اكزاكتومون.